قدامنا قد ايه كده هون على ما نوصل احسن رجلك كسحت كسحت ايه يا بنتي؟ هو احنا كملنا 10 دقايق ماشي وبعدين نوصل لفين اصلا؟ هو احنا عارفين احنا رايحين فين؟ رايحين نجيب المكيف عشان نحلل به المي. لا علشان نحلل به لقمه العيش. اسمه مكثف. انت صح. اهو شفتي؟ عموما خلينا ماشيين ورا بهيم افندي، هو اكيد عارف طريق شجره بتطرح مكيفات، يقطف لنا اتنين كدهوت يكونوا طازه ينفعوا يتعملوا مكثف ونرجع على طول، صح؟ اسمع يا استاذ بيرت، بنص بالربابه اللي انت لابسها دي، اياك وان انت تسخر من العلم، اللي بيسخر من العلم بيتسخط جرد. اني وانا صغير مره سخرت من العلم، بص حالي. يا ابني اللي بتقوله ده ضد العلم. اقعد انت كده، مش عاجبك اي حاجه وعمال تفتي في نظريه المكثف من اولها. بقول لك ايه، مش عاجبك روح انفخ المركب وانزل الميه. احنا اسفين يا بروفيسور عربي، هنسمع كلامك ونعمل اللي انت عايزه، بس قسما بالله لو طلعت النظريه بتاعتك دي اي كلام هناخدك انت نعملك مكثف. مش هينفع ابقى مكثف لاني بنفس. هنسدها لك يا حبيبي. وبالنسبه بقى لموضوع المركب، مش عايز حد يتكلم فيه تاني خالص. المركب ده مش هنلمسه حتى لو هنموت، ولا يا ناس عتاب؟ لا يعني هو عندك حق، الواحد الصراحة يقول اللي له واللي عليه. يعني في حاجة يا ناس عتاب؟ لا هو الموضوع بسيط، كل ما هنالك ان الأستاذ فرج والأستاذ أيمن كانوا يحاولوا الله يا رب نايمين مرسرسين بالليل من البرد، جم واخدوا مني المركبة يعني عشان يتغطوا بيه. برد ايه يا بنت؟ الدنيا امبارح كانت حر موت. المهم رجعوا لك المركب الصبح؟ لا ما انا صحيت متاخر وحلمانه حلم وحش قوي بعيد عن السامعين. يعني حلمت قال ايه، ماشيه في اسوان في مركبه، والمركبه ناحيه السد العالي. وبعدين يا بت بطلي حوارات بقى، انت اديتيهم المركب عشان يهربوا يا غبيه. طب اله المركبه تخش بيا في السد العالي، انا ما اديتهمش حاجه. يخرب بيت الكذب يا بت، انا حاسس ان في نيزك هينزل يخسف بينا الارض بسبب كذبك ده. انت لسه قايله دلوقتي انك اديتيهم المركب. اه اديتهم المركب، ايه المشكله يعني لما اديلهم المركب؟ هو انت يا استاذ فاكر ان كل الناس خاينين؟ لازم يبقى عندك حسن الظنيه. اول ما نخش المايه يا جماعه اقعدوا انفخوا بالبتاعه دي، نفخ نفخ على طول. يلا يا فرج. يلا يا ايمن باشا. ليه مستحيل مستحيل اركب المركبه دي واهرب. ليه مستحيل ايه يا فرج؟ دي فكرتك انت. ليه انا مش خاين؟ انا استحال اخونا عتاب وبلسم. ليه انت مش قلت انك عارف الطريق وان احنا كلنا هنهرب؟ ليه مش انا ده هو؟ هو مين؟ فرج، هو قص البلاوي يجبرني على حاجات انا مش عايز اعملها. مين بالله؟ ولا فرج ولا انصرف يا ولا، وابعت لنا المعلم فرج عشان نعرف نتفاهم معاه. استنى انت يا ايمن باشا، انا هتصرف. وانا سامي يا جمال، هات هتركب معانا المركب ورجليك فوق رقبتك. ليه؟ تعالى اركب المركب دي وابقى خاين. انت من امتى يا اب بتقول لي ليه؟ من النهارده، من النهارده هقول لك ليه. هي موتة ولا اكتر؟ انت بتمهن مع مين يا حاج؟ ده راجل مجنون، ده بيتكلم نفسه ده ولا بيتكلم الرمله ولا بيتكلم ايه؟ بقول لك ايه، سيبك منه ويلا احنا نلحق ننبسط. ده انت تلاقيك مأجر اليخت دي بكد كده في الساعه، يلا خلينا نفرح. خلاص خلاص هسيبه يتخانق مع نفسه وتكل احنا على الله. يلا بينا. ليه؟ ليه؟ انت ما بتعملوش كده ليه؟ انت بتخون الناس اللي قرعاكم. ليه؟ ارجعوا ارجعوا. ليه؟ عاجبك كده؟ اهو مشي وسابونا، انا هفرجك. ايه حصلت يا فرج الضرب؟ بتضربني؟ تعال يا عم انا ماشي مش سايبك. لا لا انا مش بكلمك، تعمل نفسك مش سامعني. لا يا عم مش جاي لك، بتضربني يا سديل. انت بتعمل ايه يا فرج؟ لا لا انا قولتك يا ابني الكلب، يا ابني الكلب تضربني بالطوبة؟ ماشي انا هوريك. لا لا يا صفاك، لا هتنزل المية غفل عنك. لا مش عايز انزل. لا لا يا صفاك. شد حيلي ايه، ما تشد انت واخويا شويه وتيجي تقدف معايا.
الحالة هذا الشباسة. أيمن خد النسوان والزرع وهربوا. بطل استعباط بقى يا فرج، عمال بتخدعنا من ساعة ما شفناك وعامل لنا فيها سبليت وطلعت خاين. ليه يا باشا؟ أنا مش خاين، ما قدامك سعادتك متلبس بالجريمة، أنا شاهد ملك. بقول لك ايه يا حاج، هو اليخت ده هيروح عند الشعب المرجانيه اللي قلت لي عليها ايه؟ شعب ايه يا ست انت بتقولي عليها دي؟ هتدفوا هتدفوا. فرج يا فرج، رجع لي هانم يا فرج. هانم مش ليك يا عربي، انسى هانم يا عربي. ده لساتها صوتها بيترجع في وداني وهي بتقول له انا نفسي اشوف الشعب المرجانيه. لا اوعى تصدقوه، انت كذاب، هانم اصلا ما تعرفش يعني ايه شعب مرجانيه. ما هي راحت معاه عشان تشوف الشعب المرجانيه. ارجع يا بنت الفرطوس. ايه ده الحق؟ تعالى يا حبيبي، قوم يا حبيبي. يا جماعة سيبوا كله وعدتوا بسرعة، عايزين نهرب من هنا. اهو سلم نفسك يا ايمن، المكان كله طحالب. انت هتعمل ايه يا مجنون؟ هموته، امال اسيبه يعني يهرب بالمركب؟ يا عاش دلدول وهيموت مبلول. هات دول. هتعملي ايه؟ مش انت عايز توقفهم؟ ايه رايك؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا ليا وعيب. ايه يا بنت ابتسامه الثقه اللي على وشك دي؟ اللي انت قايلتيه ده؟ مش انت كنت عايز تمنعهم من الهرب؟ انا منحتهم لك. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يخرب بيتك، خرقتي اخر امل. خلينا على الجزيرة. ده ايه الناس دي؟ العجبهم العجب ولا الصيام في رجب؟ هو ايه اللي مزعلكم؟ انا مش فاهمة. زعلانين من الخراب المركب اللي انت عملتيه، ضيعت لنا المركب الوحيدة بالطلقة الوحيدة اللي كانت هتنقذنا. ربنا ينتقم منك يا شيخة. وانا اللي فاكراك انسان وفاكرة اللي احنا بقينا اسرة واحدة؟ حرام عليك الروح اللي كانت هتروح هدر دي. انا هنا اهم، المركبة والطلقة ولا الناس؟ ده الاناناس، الاناناس يا عسل. اناناس ايه يا ملك الفاكهه؟ ده وقت هيافه. عارفه الطلقه لو جت في هانم مش هعرف انفخها تاني، مش هعرف انفخها. لسك باقي على هانم يا عربي. الهبني عربي، قلت لك ما تجيبهاش الله يخرب بيتك. ارجع يا هانم. ايوه عومي عومي. لا مش هينفع معاك كلابي، عومي خراتيتي. ابو عمرك بتموت يا عربي. امسكوا فيها، هي ابا لوحدها عايزه تموتينا يا عتاب، تترمي علينا نار. طب الهي دم يجري زي البحر ده، وانا كان قصدي خير. وبعدين هو حرقك بالزعاق الالهي يعني؟ انت عامل حاجه حلوه؟ ده انت هربان مع عشيتك وسايب مراتك جوه بطنها قدامها. اهدي اهدي بس يا حبيبتي على روحك، يا اختي ما قاعده متلقاها جوه، لو كان عايز ياخدها ما كان خدها. هو حد حاشه؟ اهدى اهدى يا اخ عربي، اهدى بس. الحقني يا عربي. هربانه هربانه يا هانم؟ وين البفته اللي لابساها دي؟ راها معزومه على الغدا؟ والله العظيم ما هربت ولا حاجه، ده انا رحت اشوف الشعب المرجاني. صدقتني يا ولدي. طلع عندك حق يا فرج، يعني زي ما بيقول الراجل الطيب ده، كنت هربانه مع ايمن. ايمن ده ايه؟ ده كنت جدي. وبعدين انا ماليش في السن دي، انا بلعب في البراعم. والله العظيم هو الراجل المجنون اللي جنبك ده اللي بيقعد يكلم الرمل، هو اللي خدني وقال لي تعالى اوريك الشعب، شعب شعب. خد تعالى. كدابه كدابه يا ولدي، ده عايزه تقلب القضيه عليا. يعني قلت لك مسيرك هتوقع يا فرج، حسابك معايا بعدين. وحتى لو قال لك تعالي نشوف الشعب، اي حد يقول لك تعالي نشوف الشعب تروحي؟ او من متى بنشوف شعب الناس؟ مش انت اللي قلت لي اي حد يديك واكلك وليه؟ اخرس يا بنت الفرطوط. طب العرض اللي انتوا فيه ده ما كفايه يا جماعه ان المركب اللي كانت اخر امل لينا عشان نطلع من الجزيره المهدبه دي راحت. قصدك اخر امل ليك انت يا اكسلانس؟ انت مش خدت المركب وكنت هتهرب؟ حصل حصل يا حظابط، حسبي الله ونعم الوكيل. اسكت خالص يا فتان، مش عايز اسمع صوتك. بعدين انا ما كنتش حاسبكم تموتوا ابدا، لا انا كنت رايح مسافه السكه بس اجيب الانقاذ وارجع على طول. حتى لو موتوا كان فيها ايه؟ كنت هعمل لكم تأبين في الجرايد يهز ضمير العالم، ما كنتش حاسكت. كنت حوصل لاكبر راس في البلد علشان تسمي باساميكم مدارس ومراكز ثقافيه. كنت هخلد اساميكم في التاريخ، هخلد اساميكم في التاريخ. لا لا مؤاخذه، احنا عايزين تعويضات او شقق في المستثمر الصغير، وتكون بجنينه وما تكونش مجروحه. ما تبقيش عبيطه، خدي ام بسين، ام جنينه محتاجه اهتمام وجناية. انت متخلفه يا بنتي، هتعملي ايه بالشقه؟ ما انت هتموتي. اه صحيح. هو انتوا بتعملوا في ايه؟ انتوا مش مقدرين المصيبه اللي انا فيها؟ انا كده مش هلحق المسابقه.
انتوا بجد ازاي تفهم كده؟ انت بتتكلمي ليه انت يا مدام رغده؟ انت لك عين ليه؟ هو انا اللي غرقت المركب بالطلقه الوحيده اللي في الفير جن؟ ايه الفرير جن ده؟ المسدس يا ست هانم، المسدس اللي كنا هنستخدمه عشان لو طياره عدت تشوفنا. يعني اسم الله، من كتر الطيارات اللي عماله تعدي فوقنا الا ما في طياره واحده عدت فوق الجزيره دي. ايه دي؟ دبانه؟ الزار عليها دبانه كبيره لان لها صدى صوت. عارف كده ضيعتينا من بيت. يا بيت طلع نارك ده.